بعض الناس الوقت عندهم بيساوي المال، والبعض روتين حياة، بس السعادة بتكون بسبق مع الوقت بلا كلفة أو أي ملل. الناس اللي حواليك، لهفتك للحب أو حتى ذاتك، هن الحياة. فتش أكتر على الوقت معهم كرمال تكون أنت معهم، أو يمكن تما تضطر تعد للعشرة قبل أي كلمة بدك تقولها لهم. ما تتعب حالك كرمال تعطي وقت لغيرك، أم يلي ناطر منك مشكل ما لازم يكون حاضر بوقتك. بالنهاية أنا كفيل أنه الوقت بجمله الحب، وهو الوحيد اللي بيمر معه أسرع. إذا مش زابطة معك، الناس اللي حواليك غيرهم. لهفتك للحب سيطر عليها، أما ذاتك أعطيها كل الوقت تتغير فكرة فيك وترجع تعرف تحب.